إلى ذلك أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إغلاق إيران لمنفذين حدوديين مع العراق على خلفية الهجوم وقالت الهيئة في بيان أن طهران أغلقت منفذي الشيب والشلام جاء الحدوديين مع العراق رسميا دون ذكر أي تفاصيل أخرى من جانبه قال قائد كبير في الحرس الثوري الايراني ان اطلاق النار على العرض العسكري يعد استمرارا لممارسات تنظيم داعش حسب قوله في المقابل قال وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف ان بلاده سترد بسرعه وحسم على الهجوم محملا من وصفهم بالعملاء المسؤوليه عنه